اليوم رح نعمل مع بعض تارت الفستق حلبي او تارت البستاشيو. اللي حابب يعرف كيف بتنعمل وشو مكوناتها بليز يتفضل معي لمطبخ سلمى. يسعد مساكو يا حلوين، ويا رب تكونوا بالف الف خير وصحة وعافية. اليوم رح نعمل مع بعض تارت الفستق حلبي او تارت البستاشيو. واول ملاحظة رح اعطيها انه بدل الطحين احنا استبدلناه ببسكوت الشاي. مش رح اقول اي ماركة، اي بسكوت شاي، مش رح اقول باكت او اتنين. انا طحنت وقست هون اتنين، رح اشوف شو محتاجيته معكم لان اول مرة بعملها بدون ما مقدر. بالعادة بزيد فوق الخليط السائل وبشوف هالقد بدي سمكتها. مبدئيا حاطة اتنين، ورح تتابعوني بصندوق الوصف وتشوفوا معي قديش بالضبط العيار اللي استعملناه. هلأ كل اللي بعمله باخد البيض بضربه بالمضرب الكهربائي. انا رح اضربه لان بدي احصل على مزيج شوي هيك ناشف كأنه فوم، ويكون الاصفر فاتح. حتى لو ما عندكم هالمضرب الكهربائي، بالمضرب اليدوي بتضلكوا تحركوه لتحصلوا على اللون الاصفر الفاتح، ورح تحصلوا ان شاء الله على نفس النتيجة. وهلأ رح اشغلها ورح اطفي بعد شوي لان بديش اسمعكم كل الضجة. رح اضيف نص معلقة شاي فانيليا ونص كوب سكر وارجع احرك. شايفين هذا اللي قصدته؟ بدي هيك شوية فوم ويصير لونه ابيض على اصفر فاتح البيض. هلأ رح اضيف باقي السوائل اللي هو نص كوب حليب ونص كوب زيت، وكمان مرة ارجع. وهلأ رح اضيف 3/4 كوب فستق حلبي طحنته ناعم. عندي معلقة شاي ونص بيكنج باودر، وعندي رشة ملح. رح اخلطهم مع بعض. قلنا حطينا 2 كوب، استعملت المج اللي بستعمله بالعادة تاع النسكافيه. وهلأ رح اضيف النواشف، ومثل ما قلت ممكن احتاج اكثر. هذا الخليط مع البسكوت عيار 2 كوب. بديها اسمك شوي، رح اضيف شي ربع كوب. هلأ فاذا اخذنا 2 كوب وربع من بسكوت الشاي المطحون. رح اصب الخليط بقالب التارت اللي قطره 28 سنتي، وانا بهذا الوقت الي 5 دقايق مولعة بس الفرن من تحت على درجة 170. رح ياخد قالب الكيك يدوب من 20 ل 25 دقيقة، والسلك طبعا بوسط الفرن، واخر دقيقة، دقيقة وربع لدقيقة ونص بس بتحمر من فوق، وعينكو عليه عشان ما ينحرق. وهلأ رح أصب الخليط. الخليط مش لازم يكون لفوق، أنا استعملت مج فيمكن يطلع معي الخليط كتير. إذا استعملت كوب المقاس بيطلع بالضبط على القد، فأنا اللي بيبقى بحطه بقلب كمان قوالب تارت صغيرة. مثل ما قلت استعملت المج 250. شايفين كافي، بدي اعطيه مجال ليرتفع عشان ما اتغلب فيه انا. وعندي هول افرجيكم اياهن القوالب، بس بحط فيها وبدخلن مع القالب على الفرن. وهلا بالوقت اللي بيكونوا هن بالفرن انا رح اعمل الخليط اللي بينحط فوق التارت. فخلينا نروح نعمل الخليط وارجع لكم بعد ما يستوى هول. بس حبيت اعطيكم فكرة لوين قديش المقدار لازم يكون بالقالب عشان ما يغلبكم بس تقلبوا. هلأ التارت بالفرن، وانا بهذا الوقت بدي احط نص كوب
او 3/4 نص كوب وشوي، حطيت انا نص كوب، معلقتين وثلاثة طعام، زرف دريم ويب، ومعلقة سكر واحدة طعام. رح اخفقه ليتكون عندي كريمة سميكة شوي، رح اخفقه عشان ما ازعجكم بالضجي وارجع لكم. وهاي بعد ما جمد قوام الكريمة مثل ما شايفين، هلا بدي احط عليها معلقة 3 معالق طعام زبدة الفستق، واللي ما عنده زبدة الفستق بيقدر يعملها بالبيت، رح احط لكم اللينك تحت بصندوق الوصف حتى تعرفوا كيف بتنعمل. بدي اياهم 3 معالق متلانين، انا اول معلقتين ما حطيت المتلانين، وبرجع بخفق. وهيك الخليط جاهز، رح احطه بالبراد بالثلاجة بس لبين ما يطلع التارت من الفرن. هاي قالب التارت بعد ما طلع من الفرن، وبدي انصحكم نصيحة للتارت بالذات، انا بحب ادهن الصينية مش زيت مثل ما شفتوا، زبدة او سمنة وارش فوق طحين عشان ما تغلبنا وقت القلب. بدي افرجيكم صدقا هلا طالعة من الفرن، شايفين بعدني لا حركتها بسكينة ولا بشي، عم بتنط من محلها، حتى القوالب الصغيرة شايفين ما شاء الله. فهلا رح اقلبها وارجع لكم نزين مع بعض بس تبرد. وبدي انوه لشغلي، اخذ بالفرن بالضبط من تحت 23 دقيقة، لكف ال 25 ولعت من فوق درجة خفيفة خفيفة بس لاخدت هذا اللون الحلو عشان كل اموركم تبقى تمام مع التارت السهل. هلا بعد ما قلبنا قالب التارت، كل اللي بدنا نعمله بس بدنا نزينه بصوص البيستاشيو اللي عملناه. هاي التارت بعد ما خلص وزينته بالورد المحمدي وبالفستق حلبي، ومثل ما شايفين الكفر تاعه البستاشيو. هلا الكريمة ان شاء الله بس تنحط بالبراد بتجمد شوي، وساعتها بتقدروا تقطعوه ويعطيكم الشكل الحلو. وهاي الميني تارت حطيت عليها من نفس الخليط اول وحدة، التاني حطيت عليها نوتيلا، التالتي قطعت كم حبة فريز فراولة ستروبري مع قطعتين جبنة كري، نتفة سكر، وعملتن بالخلاط ليعطوني هالشكل وهالنكهتين كتير كتير طيبة. اتمنى هالوصفة تنال اعجابكم، واذا حبيتوها بليز اعملولي سبسكرايب وشير ولايك، وميرسي سلاف، والف صحة وعافية على قلوبكم جميعا يا رب.